الرحيم، أعزائي الطلبة والطالبات الثانوية العامة، أهلا بيكم. النهاردة هناخد مع بعض نموذج تجريبي مهم جدا في أسئلة مهمة من بنك المعرفة. هنحل مع بعض عشان يكون تدريب ليك على امتحان الثانوية العامة في الكيمياء، مادة الكيمياء في الأيام المقبلة.
Thank you.
عاوز تعرف إجابتك بت إيه آه بتراجع الأسئلة مرة تانية على السريع وتشوف إجاباتك واحدة واحدة وما تتسرعش في الإجابة. يعني في حاجة عاوز تتأكد منها برضو، أنت عندك في الامتحان هيبقى عندك أوبن بوك، تأكد منها في الكتاب وبعد كده بقى إيه توكل على ربنا. هنا بالنسبة لنا طبعا في فيديو عشان أنت لو عاوز تتفرج على إيه مراجعة الكهربية برضو هتلاقيه، اعمل إرسال هتجيلك كباتشة بالشكل ده. خلصها
واعرف بعد كده ايه نتيجتك، واعرف اخطائك، بحيث ان انت ايه ما تضيعش وقت كتير في الامتحانات دي، علشان انت عندك مواد كتير اخرى. الفكرة كلها ان انت بتتدرب على نموذج الامتحانات ايه الجديدة السريعة. وطبعا انت لقيت عندك اخطاء، بتعرف اخطائك، النموذج بيطلع لك الاخطاء، اعرف اخطائك وحاول تعيد الامتحان مرة تانية لو عندك اخطاء في وقت لاحق. لو ما عندكش اخطاء يبقى انت كده تمام. تابع حل الامتحانات باستمرار، كل يوم تقريبا هننزل لك امتحان. بس انت ايه اهم حاجة ركز كويس ونظم وقتك، علشان اهم حاجة تنظيم الوقت في هذه الفترة. والطالب اللي يقدر ينظم افكاره ووقته هو اللي يحصد اعلى الدرجات. وبنتمنى ليك وان انت تكونوا استفدتوا من هذا النموذج، وتابعني غدا في الفترة القادمة حتى الامتحانات، بداية الامتحانات، كل يوم نموذج شامل على الكيمياء الثانوية العامة النظام الجديد 2021. مع خالص تحياتي أستاذ أشرف الهادي 20، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.